السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربة. وينهم اللي قالوا غوارديولا مش عنصري؟ وينهم؟ وين راحوا؟ اللي قالوا غوارديولا مش عنصري وين راحوا؟ بينوا رواحكم، بينوا رواحكم، قولوا لنا باللي راكم تخرفوا علينا. غوارديولا مش عنصري، غوارديولا مش عنصري، بينوا رواحكم. كو قلنا لكم يا ولدي جبنا لكم بالدليل، هاو عنصري، هاو لي جوار لي بعدم، وهاي الاصل نتاع لي جوار لي بعدم، قلتو لنا راكم تخرف، قلتو لنا راكم تخرف. غوارديولا حمل الخساره مع نيوكاسل وما يلعبش لا جوار افريكا، حمل الخساره من نيوكاسل وما لعبش جوار افريكا. وهضرت الصحافة الإنجليزية بحد ذاتها قالت بلي راهي كاينة ثورة وكاين تغييرات عيديرها غوارديولا في 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 الماتش تاع أرسنال من بين المحرز، خالفهم علاش الحقد والعنصرية هي اللي تتكلم. نعم الحقد والعنصرية هي اللي تتكلم، هذا هو مبدأ غوارديولا. غوارديولا مش حيتغير، غوارديولا بارسا هو غوارديولا، سيتي غوارديولا، الباير هو غوارديولا، سيتي مش حيتغير، غوارديولا يبقى غوارديولا، غوارديولا يبقى غوارديولا. قلنا لكم من المقابلات اللي فاتوا رياض محرز خمس مقابلات ما يلعبش، خمس مقابلات في الشامبيونات ما لعبهمش. على ما تقولوش هذه عنصريه، ما تقولوهاش، خاطر انتم تكرهوا محرز وتكرهوا لي زيميغري. كلامي باين لما بعض الناس اللي كومونتيو اللي يكرهوا لي زيميغري، محرز ما عندوش بلاصه في السيتي. الحمد لله دخل ثلاث دقائق دخلهم، بين باللي لاعب كبير، بين باللي لاعب كبير. كي دخل الزونغلي يصفقوا له، ثلاث دقائق مش 30 دقيقه، 3 دقائق بين. هذه اكبر حو... هذه تكفي هنا تبين لك باللي غوارديولا يا ولدي راهو اكبر عنصري واكبر مدرب يكره لزافريكا، يكره الأفارقة وكل مش يكون. نعطيكم بالدليل، خلينا من يايا توري وسامور إيتو دوك نرجعوا لهم، نعطيكم غير حاجة قريبة، حاجة قريبة وشفناها كامل. مقابلة نيوكاسل، رحيم سيرلينغ أوت، العالم كامل شافوا باللي أوت. رحيم سيرلينغ أقل نقطة داها في التقييم موقع هوسكورد، أضعف نقطة داها رحيم سيرلينغ، ما جبتهاش من عندي، أضعف نقطة داها رحيم سيرلينغ. نزيدكم رحيم سيرلينغ دا بطاقة صفراء، وأي مدرب لما عنده لاعب يتحصل على بطاقة صفراء من الأحسن يخرجه باش ما يلعبش بنقص عددي، باش ما يديش كارتروج. نهضروا بالدليل، قلنا رحيم سيرلينغ دا أضعف نقطة، أضعف معدل، يعني هو أقل مستوى من في لاعبين مانشستر سيتي كم في مقابلة نيوكاسل، دا بطاقة صفراء والعديد من الأخطاء. من المفروض أي مدرب في العالم، أي مدرب في العالم يخرجوا بلا بطاقة صفراء، مادام ما عندوش مستوى ولا ما بينش يخرج، يدخل ما أحسن منه. هذا المنطق، هذا المنطق اللي يخدموا به المدربين تاع العالم كامل، العالم كامل، صح. واش دار سي غوارديولا؟ ما نحاش رحيم سيرلينغ، راح بدل صاني اللاعب الالماني، اللاعب السنغالي الالماني. مهما يكون اصلك، اصلك بالنسبه لغوارديولا اعطيني اصلك، بالنسبه ليه اللاعبين يعملهم بالاصل. راح خرج اللاعب السنغالي الالماني صاني، وصاني كان احسن من سيرلينغ في ذيك المقابله، في مقابله نيوكاسل بمراحل، بمراحل، من ناحيه السرعه، من ناحيه اللياقه البدنيه، من ناحيه المراوغات، من ناحيه التموقع، التمركز، يعني دار كلش صاني. من المفروض صاني ما يخرج. بصح واش دار غوارديولا؟ اللي قلت لك بعنصري بالدليل، نحى صاني، بدل صاني وخلى سيرلينغ. تقولوا لي سيرلينغ همارف قبل يدير مقابلات مليحه، نعطيكم الدليل الاخر، مقابله ارسنال مان سيتي في ملعب الامارات في ارسنال، محرز دار مقابله كبيره،
نعطيك بالدليل، محرز دار مقابلة كبيرة، قداش خرجوا؟ خرجوا في الدقيقة 54 ولا 53، تا واحد جابوا جديد، خليه زيد يكمل، جابوا جديد خليه، خليه يسي، خليه يجرب، خليه يجرب على الأقل 90 دقيقة، وعطى وزيد كنت رابح 2-0 في ملعب الاتحاد، خليه يكمل، ودار مقابلة كبيرة محرز، خرجوا. والسيرلينغ اللي كان اوت وتسبب في خساره نادي مان سيتي ما يخرجش، يعني بالخلاصه انه غوارديولا يقبل الخساره وما يقبلش السيرلينغ يخرج، ما يقبلش السيرلينغ يخرج. علاش؟ لان السيرلينغ لاعب دولي انجليزي، وتعرفوا غوارديولا حاب كيما نقولوا حنا يشيت، ولا حاب يضرب يربح الملاحه مع لي زونغلي، حاب يربح الملاحه مع لي زونغلي. وانا قلتها لكم وما زلت في كلامي، السيتي بهذه العقليه ما تروحش لبعيد، ما تروحش لبعيد. مالغري طاحت مع شارك، نقولوا شارك ضعيفه، من بعد شارك تطيح، الا ما طاحش اصلا مع شارك هذا بالون ما تدري، قادر شارك يدير مقابله كبيره يخرج يقصي السيتي، وخاصه السيتي لو تبقى بهذه العقليه نتاع عز افريكا نحيه من الهي، صاني نحيه، محرز النحيه، خلي سيرلينغ. اذا خاوتي الناس اللي كانت تقول يا ولدي غوارديولا مش عنصري، راه من الناس اللي يكرهوا اللاعبين المغتربين ويكرهوا محرز كلاعب، يكرهوا محرز كلاعب. انا قلنا لكم عديد من المرات، جبنا لكم العديد من الادله، نرجع لقضيه صامويل ايتو ويايا توري. يايا توري لاعب ايفواري، صامويل ايتو لاعب كاميروني. يايا توري كان يلعب في البرسا، جابوا فرون ريكار، جابوا ريكار للبرسا، بدا يبان جا غوارديولا واش دار، طيروا بعثوا، راح شراتو السيتي. كي شراتو السيتي بعد ما رجع غوارديولا للسيتي، اول ما ضحى ضحى بيايا توري. سامويل ايتو نفس الشيء، كان في عهد ريكار، انا ريكار نكون صراحة مدرب الهولندي ريكار ماهوش عنصري، ومدرب اللي ما يفرقش بين اللاعبين، مدرب حيادي ما عندوش العنصرية. ريكار كان في عهده صامويل ايتو، جاء غوارديولا بدا يدير في المشاكل، رغم انه صامويل ايتو كان طوب هداف بيتشيتشي تاع لا ليغا، الهداف راح نحاه نزعوا، وتكلمها صامويل ايتو في العديد من القنوات التلفزيونية والقنوات الرياضية، قال سبب مشاكل تاعي هو غوارديولا، غوارديولا ضرب بصراحة يعني بصريح عبارة. يايا توري نفس الشيء، ويايا توري المدة الأخيرة أعطى نصيحة، قدم نصيحة لرياض محرز، قال له خذ حذرك اتونسيون، أراه غوارديولا يكره الأفارقة، ما بقاش واحد يصرح يعني عنده أدلة، مادام لاعب كيما يايا توري ما تكلمش من فراغ ولا قضية خصومات ولا مشاكل، تكلم بالدليل، مبدأ أنا عندي دليل، حكمت على واحد حاجة، هذا يايا توري حكم باللي يعرف باللي هذا غوارديولا مدرب عنصري ويكره اللاعبين الأفارقة، يعني بالأدلة. إذا بعد بقاو عديد من اللاعبين، لكن حنا نركزوا على هذا من الأفارقة، هو خارجها طاي طاي كيما نقولوا بالدرجة نتاعنا، يكره اللاعبين الأفارقة. يايا توري لاعب إيفواري إفريقي، صامويل إيتو، رياض محرز، لوري ساني، ساني أيضا لاعب سينيغالي، يفضل سيرلينغ على الكامل اللاعبين، لأن سيرلينغ لاعب إنجليزي، سيرلينغ دولي إنجليزي، وما غوارديولا كما قلت لكم، غوارديولا يحب اللاعبين اللي يحب يربح الملاحة مع لي زونغلي. إذا القضية خوتي أصبحت قضية واضحة وضوح الشمس، الناس اللي كانت تقول باللي غوارديولا مش عنصري، روحوا شوفوا 5-6 مقابلات الأخيرة، ولا تحبوا شوفوا من بداية الشامبيونات، تعرفوا اسكو غوارديولا عنصري ولا مش عنصري. وقلتها ونعاودها ونكررها للمرة المليار مش المرة مليون، السيتي مان سيتي بهذه العقلية وبالعقلية تكسير اللاعبين الأفارقة
وعقليه غوارديولا العنصريه وتفضيل سيرلينج على بقيه اللاعبين وتفضيل اللاعبين على بعض اللاعبين وخاصه سيرلينج رايحه تتحطم السيتي رايحه تتحطم ما تغركمش الانتصار اليوم الفوز على كونتر الفيكتوار كونتر الارسنال بلي راه خلاص السيتي ضمن الشامبيونه مزال الشامبيونه لكن لو تبقى سيتي بهذه العقليه راحت الشامبيونه وراحت الشامبيونز ليغ هذه رسميا بالطريقه هذه بالمنهجيه هذه تاع العنصريه تحطمت وتكسرت السيتي. نتمناو الخير ابن الجزائر نتمناو الخير رياض محرز اللي يبين في ثلاث دقائق بين باللي لاعب من طينه الكبار في ثلاث دقائق بين باللي لاعب من طينه الكبار. في الاخير خوتي ملاقاتنا مع مسد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.